نجحت الجهود المصرية في فتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية المصرية والدولية إلى الشعب الفلسطيني. المزيد مع كريم بيبرز مراسل التلفزيون المصري من أمام معبر رفح. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين من أمام معبر رفح البوابة المصرية. شاهدنا اليوم دخول أولى المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، هذه المساعدات التي كانت تصل إلى مطار العريش الدولي ومعبر رفح من الناحية المصرية خلال الأيام الماضية، وكان يعني الانتظار كبير والآمال كبيرة لدخول هذه المساعدات بعد يعني موائمات ومساومات دبلوماسية كبيرة ومجهودات مصرية كبيرة للضغط على جميع الجوانب لدخول هذه المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء في فلسطين. يعني هذه الضغوطات المصرية والمجهودات المصرية أثمرت أخيرا اليوم بدخول 20 حافلة أو 20 سيارة نقل كبيرة محملة بالمستلزمات الطبية والأدوية التي دخلت إلى قطاع غزة اليوم، ثم خرجت بعد ذلك بعد أن أفرغت حمولتها داخل قطاع غزة في الأراضي الفلسطينية. يعني رصدنا فرحة كبيرة من المتطوعين الذين كانوا مرابطين هنا في أمام معبر رفح والبوابة المصرية، والذين كانوا مصممين على دخول هذه المعونات والمساعدات للإخوة في فلسطين. أيضا جاء ذلك بعد مؤتمر صحفي قام به أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة هنا من أمام معبر رفح، الذي أكد على أهمية الدور المصري وأن مصر هي المعبر الأساسي والأول لفلسطين وأيضا للقضية الفلسطينية بشكل عام. يعني ربما على مدار الأيام واليوم ما زال هذا القصف وهذه الضربات والعنيفة على الإخوة في فلسطين والأشقاء في فلسطين نسمعها هنا من أمام معبر رفح، لذلك تعد هذه المساعدات هي فقط جزء صغير من التضامن الشعبي السياسي المصري الفلسطيني، وما زال القطاع في حاجة كبيرة لمزيد من هذه المساعدات. وأيضا يأتي هذا بالتزامن مع قمة القاهرة للسلام الذي دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لذلك هي مجهودات كبيرة رصدناها اليوم على أمل دخول مزيد من المساعدات للأشقاء في فلسطين، مع بالطبع ضغط مصري دبلوماسي قوي.